أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عشر كان نحوك بالله ما يا آيات سقاشا يتضبات سورة المائدة كمدأة. قال تعالى ألو حبيري جعل الله الكعبة البيت الحرام. جعل الله ألو حكد لغي أكي لي الكعبة كعبدة البيت الحرام بيت حرمض لها ألو حكي لي قياما أتاقنان شؤي أكي لي مد أتواصل أتاقن للناس لمصالح الناس ذاتك مصالح ذو أتاقن والشهر بله الحرام حرمض لها يو الهدي حوله كعبض اللوك حيناي يو القلائد كوي قار يعني قار تحرنا حوله قار تلقى حري أما يعني ذاتك إياغا لقنت كسو حرتي عليمها أما اللامها قبك جيدها حرمك انتي قارت كسو الضوبتان سيئي اقو امان قلان ادبسلي لرهو يقونا سدح لانا اللو حوكي يلي قياما للناس كوددك يعني اتاقنان شو مصالح ذاتك اللو تاقنادو ايوكي يلي ذلك الامر ارنك ذلك كاغاس واي اما صيرت لكم حاندين لذلك كاغاس لتعلموا سئات أوغاتان أن الله ألا يعلم إن أوغيهي ما وحى في السماوات سماوات دحدود أهاذي وما وحى في الأرض للك دحديس أهاذي وأن الله إن أوغاتان ألا بكل شيء شيء لما أنتيس عليم كيك علم بدن إن أوغيهي اعلموا أوغاذا أن الله ألا شديد العقاب العقاب كي سمذو أذقيهي سيدا إنو ألي هاي أغاذا كعقاب كيسو أذكي هاي وأن الله ألا غفور مدا بلافت بضان إنو يهي رحيم حريص بضان مركي ربي أكسو هادلي إحرام كقيمي جيس مركي لغا هادلي يقفكو مركو حالة إحرام أو غلو أو عمرو أم حج أو حرته وحيابا بضان إنو إسك إلالية أي تهي أو حالة يعني إلا إلالية مضان إنو كجيرو مركو ربي كسو هادلي أي ماشي لوس علي أضطك أي أحر منايين مهمة ديدو هل كان آيدا نوغو تلماما وقفكم مركة أو عمراء حج أو الصعودة مهمة دي سوى بيت الله الحرام كعبادهاس كعبادة مركة أهمية ديدو محايتها مركة تاسو رب آيدا أغهض ليا مركة ألا وحو يرجع مركة رب ديق آيدا لآيديه كوري اسكحر كودو سيدا سواي جعل الله ألا وحوكي يلي الكعبة كعبة البيت الحرام وعطف بيان أما كبدل هداد مرك البيت الحرام محاقر له محا يعني بدل كان أما عطف بيان كان وحوكينا وحوكينا يا كعبة مرك اللي رأينك استوي كعبة انتهي هدنا مشركين تي عربتا أما قلوين كي عربات ذاتك عربتا قار كم ذا أي وحي يقالين بيت أصنامهم أصنام تودا قار كم إذا قريه أي كويا الليل أي وحي أقون جرين أو أي ديه جرين وحي يقالين كعبة أو كعبة أهل اليمامة كعبة اليمامة أو كلا أي جري 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 تاس مركا إن ذهنك يا قلبك أونا آذين أي البيت الحرام اللي يري وهي كعبة للشيغاية والبيت الحرام وهي مدى للشيغاية. طيب جعل الله ألا وحوكني الكعبة كعبة البيت بيتك الحرام حرمض لها ألا وحوكي لي قياما بو ألا كي لأتاقنانشو قياما مرك أتاقنانشو ومسدر يعني وحان اللوجي إذا مد أتاقن بو كدقي مد أتاقن وتجنان شايو كيالا يعني توتاغن للناس اللي مصالح الناس ذاتك مصالح دود مصالح دود الدون يمد دود آخرة مد آخرة دواب اللي قرانا يا يوم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه أيو النبي صلى الله عليه وسلم قفك بيت كان أسو حجي أو أسو قصد
oo aan markaa yacni fisqi la imaanin, wuxuu ka laabanayaa dunuubtiisa xaggeeda, wuxuu uga noqonayaa sidii maalinkii hooyadiis dhashay oo kale isagoo ah. Waa maslaxad diini ah waay marka middaas. Xadiid kalena wuxuu ahaa walxaju lmabruuru laysa lahu jazaa'un ila aljanna walcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynaha. Waa masaalix diini ah. Masaalixda adduunyada oy dadku ku qabaanna waxa ay tahay isu imaatinkaas waa laga faa'iidaysana, qof wax ka soo gata meesha, qof wax geeyo oo markaa wax laga gato, badeecadiisu rawaaj iyo socod ay u yeelato, ummad badan meelay ku kulmayso waaye, oo dhaqaale markaa yacni uu uga imaan kara dadka qaarkood. Suuratulbaqarana waa ku soo marnay, laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum. Aayadihii xajka waa kii lagu dhex sheegay. Waxaa kaloo maslaxada adduunyada ku jirta waxay tahay ayaga oo jaahiliye ku jira oo mushrikiin ah carabta ayaa haddana kacbadaas ay aamin ahayd, oo ruuxii cunugiisa la dilay ama kii aabihii la dilay, ninkii dilay isagoo arkaayo oo kacbada hadduu joogo ma taaba jirin, amni buuxdo ayaa lagu haystay. Dadka carabta kalena weerar iyo boob iyo dhibaato dad ku jiray ahaayeen. suuratu lqasas aan ugu tegaynaa, awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhadafu nnaasu, suuratu lcankabuud, wayutakhadafu nnaasu min xawlih. suuratu lqasasna waqaaluu in nattabici lhuda macaka nutakhadaf min ardina awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi thamaraatu kulli shayin. Marka iyagoo jaahiliyadii haddii sidaas uu ahaa oo ay ku nabadgeli jireen oo amni ay ku qabeen, yacni islaamkiina sharafuu buu sii kordhiyey waay macna. Ayib, macnaha marka meesha qiyaaman linnaasi sidaas waay macna. Ee suuratu lxajna allah waa ka dhahaya liyashhaduu manaafica lahum, dadka meeshaas markay tegayaan maxaa allah uu ugu waajib yeelay xajka inay xaadiraan oo ay ka qayb galaan wax ayaga nafci u ah. washahra alxaraama, kacbada keliya maahane waxyaabaha kaloo alla jideeyey oo maslaxada ay dadka ugu jirta waxaa ka mid a washahra alxaraama, bilaha xurmada leh, rajab iyo markaa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram, afartaa biloodna dadku waa isu socod jireen, dagaalna waa laga aamin ahaa, oo iyagoo mushrikiin ah ayaynan dagaalami jirin. Marka bilahaas xurmada leh oo danaha dadka ay ku qabsanayaan, ilaa inta kale ma soco kara qofka, qabiilkiisa meesha uunan degin waa ka cabsan jiray. Markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala afartaa bilood xurmada u yeelay, oo min baqaaya diini ibraahiimna dabcan ay ka soo gaareen carabtii, ayaa alla wuxuu leeyahay iyaduna masaalixa idinkugu sugan. Walhadya, hadyigii xoolihii kacbada loo waday iyagana maslaxa idinkugu sugan, oo qofku hadduu xoolo wado xoolahaasna ay suntan yihiin oo kacbada xaggeeda ay u socoto ay u socdaan, cidna ma taaban jirin, oo waxaa la dhihi jiray xaramkiibuu ninkan xoolo u wadaa waa la dayi jiray. Walhadya, hadyigii iyo walqalaa'ida, wuxuu alla ka yeelay waxyaabaha qoorxirka ahoo qoorta lagu xirto ama xayawaanka loogu xiro lasii wado kacbada loo wado, ama midka ay dadku ku xirtaan qobka geedaha xaramka diirkooda ayay intay soo gooyaan ayay qoorta ku xiran jireen. qofkii arka marka waa iska farahu ka qaadaya. kuwaasoo dhan alla wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaas, u taagnaansho marka dadka yacni masaalixdooda tu u taagan buu ka yeelay. dalika sayartu lakum, waxaan idin yeelay dalika kaagaas lasoo tilmaamay, litaclamuu inaad ogaataan, anna allaha alla yaclamu inuu og yahay, maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday, iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday, wa anna allaha alle bikulli shayin shay dhammaantii caliimun, ku cilmi badan inuu yahay. qaar baa marka waxay yidhaahdeen litaclamuu anna allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi, iyo aayadda qaybteeda hore maxaa isku xiraayan, yacni mawduuc baa laga hadlaaya kacba iyo ku saabsan ilaahay cir iyo dhul waxa ku jira u og yahay baa la yidhi, say isugu xirmayaan. walidaalika ibnu qutayba kitaabkiisa mushkilu lqur'aanka ayaa wuxuu tilmaamay bacdi zanaadiqa, dadka qur'aanka qaladaadka iyo dhacdhaca ka raaraadsho ee zanaadiqada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ترابطك كد حياتاس إيا بما قبلها حيث هاي بيئلهن مالك قرآن كي واب معنيه سمحوي هاي بيئلهن إلا ورق لبوران إسلاهينا دي هل من ليسو كيانو نقصي بعلى غفيرنا ماشاس فأجاب ذلك ابن قتيبة كالجوابي مالك مشكلة القرآن كاسف حدا سغاشنات وحويري ففعل الله ذلك إلهي سذابو سيالي لعلمه بما فيه من صلاح أغانشها ألا أغيها يعني وحاكوها بون مركاسي حيابا إياغا مركا يعني أرون أو إياغا مركا يعني أفي عن سلاحاسي أغال أغيها درتيس أيو أل أجدي وليعلموا إني أغادان أنه كما علم ما فيه الخير لهم سيدو أل أغادي وحا خيرك أو كجي أيها خيرك أو أه سيدو أغادي سيدو سوك لأنه يعلم أيضا إنه أغيهي ما في السماوات وما في الأرض لولي عير وحا كل حجيره أو من مصالح العباد الدومة مصالح ذو ذا إيو مرافقهم إيو حيابها أي مركا ليفصانيان ومرافق ذا النقنا يو أنه بكل شيء عليم يعني مركب وحيته ألا وحسد أويا لعلمه بما فيه من صلاح شؤونه وألا سيدا أجده أغالك ألا أغي هاي شؤونته ذا وراج صلاح يذا ماش أو كجره أغال أغي هاي درتيد بو سيدا أويا لي سيدا أو عر يقلل وحكو لحجرب صلاح ذا أغي هاي اسكو حركو مركساسو هاي طيب marka tan waxa idin roon alle maadaama uu og yahay oo idin jideeyay oo idin yeelay sidaasi leeg waxaad u ogaataan wax allaale wixii idinku maslaxadiina ku jirto dhul iyo cir sidaas oo kale rabbi uu og yahay macnaha marka ayada qaybta dambe qaybta hore ma kala wax kala tagan ma aha اعلموا أغادا أن الله ألا شديد العقاب عقاب في سمده أذك يهي إنو يهي وأن الله ألا غفور مدا بالعافد بضن إنو يهي رحيم حريص بضن ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول رسول كركي رسول كركي سماهانن إلا البلاغ قارسين ما أنا وحكا لدوشي سماهانن والله ألا يعلم وأغيهي ما وحا تبدون أدموجين إيسان يا وما وحى تكتمون أتقرين إنسان ماشان لمرك جود يا وعيد بكجرو حلليه أنت وأنت الذين شاقي رسول كنا إن ودتك سو جارسي حق أم بدوش يسأ هذا قادة كان والليبان إنسان هذي كلنا ده واحد قرصتان يا واحد موجسان ربي بإذن إذن أجوان إذن الحساب تمايا وان إذن كعب على المرينا marka meeshaasi goodi iyo waciid ba ku jira ma ala rasuul rasuulka korkiisa ma ahaanin illa balaagu gaarsiin ma ahaane wax kale nabiga dushiisa ma ahaanin oo idin soo gaarsiiyo waxa maslaxada idin kugu jirto haddaad qaadataan waa hagaag iyo wanaag haddaydna qaadanina wallahu alla yaclamu waa ogyahay ma waxabu ogyahay tubduuna aad muujinaysaan iyo wamaa waxa tagtumuuna ay tagtumuunahu aad qarsanaysaan قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل ده نبي لا يستوي مأك أو مصن الخبيث شيء وححن إيا والطيب شيء وناقبضا ولو أعجبك هبك فرح قليو أو هبك عجب قليو كثرة الخبيث شيء حمان تبضا بدنان تيس فاتقوا الله لك عبسد يا أولي الألباب عقوشك وأصاحبك أهو لعلكم تفلحون لكي تفلحوا سأل الليبانتان قدنا مركا ربي حكاد لي حلالي حاران يا لغا سوهد لي شراب قلدن او قفك دو عنو او عبه لباتا اي كبرا عيسو عقل وكتغا يا ربي او ننقرنين او صلاة دي ذكري قال وكتغا يا ليس كسور ريبي حلاشي نوال ليس امري وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا باليدي marka tahliilka halaash iyo xaraamta la idin sheegay al kaabsi ku ilaaliya halaashana qaata xaraantana ka fogaada wa xaraantu haday xataa badan tahay
ama ay adiga ku farxad gelinayso dan kugu jirto xaaraanta ka fogow ood isleedahay dana kugu jirto. qul waxaa tiraa laa yastawii ma-aka oo ma sinna alkhabiisu shayga foosha xun oo xumaanta badan iyo waayibu kan wanaagsan. alkhabiisu waayib marka waa alxalaalu waalxaraam, ayibkuna waa xalaasha, khabiiskuna waa xaaraanta. walow cajabaka haba ku farax geliyo oo ha ku yaab geliyo kaharatu lkhabiisi shayga xun badnaantiisa haba ku yaab geliso. waxaa la yidhi waxay ku soo degtay nazalat fii shurayx bni dubaycata albakriy iyo xajaaj bnu bakri bni waa'il, labadaa nin bay ku soo kala degtay. waxaa kaloo aayaddu markaa ay noqon kartaade qof xun iyo qof fiican isla mid ma ah, ma sinna. min macaani laaya waxaa ka mida qofka xun iyo qofka wanaagsani ma sinna, kuwa xun haba bataan haddii la doono. dadka xun badnaanshahooda waxba ma taraayo, wax macnaa ma samaynayo, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka xun wax qiimo agtiisa kama laha, qiimana u yeeli maayo. qiyaamahana waxaa nebigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, yujaa'u yowma alqiyaamati birajuli alcadiimi alsamiini laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda. qiyaamaha waxaa la keenayaa qof weyn oo cayilan oo xoog badan oo ilaahay agtiisana garab kaneeca aan la ekayn oon dhammayn. dadku marka jirka iyo tira badnaanta iyo ilaahay agtiisa qiimo uguma kala laha, bal dadka badankiis inay baadiyaysan yihiin buuba rabbi tilmaamaa. walaakina akhara annaasi laa yaclamuun, iyo dadka badankood wax ma garanayaan. iyo wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaahi, meesha loo badan yahay ayaa wanaag yaallaa ma aha macnuhu. hadday marka kuwa xuni xataa ay badan yihiin oo xooggooda iyo awooddooda iyo warkooda uu ku cajab geliya, mar walba ogow ma fiicna iyaga, mana sinna iyaga iyo dadka fiican oo wanaagsan. ayib, oo dadku marka wax shayga lagu qiimeeyaa waa inuu noqdo inta uu rabbi u dhow yahay subxaanahu wa tacaala, wax adiga kaaga muuqanayo. laakiin qofku hadduu xumaa oo boqol ammaan lagu tolo lagu tolo lagu tolo oo dadka dhexdiisa laga qiimeeyo oo qiimi uusan lahayn loo muujiyo, haddee dadku ilaahay miyay u sheegayaan wuxuusan ogeyn, marka u sheegi maayaan. ayib, taa marka inaadan ku kadsoominaa la rabaa. qul waxaa tidhaahdaa laa yastawii ma sinna oo ma eka alkhabiisu midka xumaanta badan iyo waayibu midka wanaagga badan, ma sinna, ama shayga xumaanta badan iyo shayga wanaagga badan. walow acjabaka haba ku cajab geliyo kahratu lkhabiisi shayga xumaanta badan badnaantiisa. fataqu llaha alla ka cabsada yaa uli lalbaabi cuquusha kuwa lahow oo u saaxiibka ahow, lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saad u liibaantaan rabbi ka cabsada. oo dad tiradiis iyo waxaa ha fiirinina oo idinku ilaahay un raalli geliyo. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum. weliba qiyaamaha markuu soo dhowaadoo kale xadiidkii xudayfa oo ka sheekaynaya ammaanada, waxaa laga fahmaa amaba uu tilmaamayay aakhiri zamaanka inay ammaanadu yaraanayso, ilaa la yidhaahdo ree bani fulaan waxaa ku jiro nin hebela ku jiro oo saas ah, ilaa qofka laga yiraa buu yidhi maa ajladahu maa adrafahu, alla dhug badana, maskax badana, karti badana, walaysa fii qalbihi mithqaalu daratin min iimaan, qalbigiisana dhuuri caso iimaana uunan ku jirin. markaa dadku waxay isku qiimaynayaan oo kartida iyo ay u arkaan aakhiri zamaanka wax kalaba waay, waaba xumaantii nacam, wanaaggiina waa yaraana, ilaa la yidhaa reer hebel ninkaasaa ku jira oo ammaano leh, ha la raadiyo, ha loo doono ammaanada xaggiisa ilaa laga dhaho. ayib, waadna dareemaysaa waqtigu waqtiba waqtiga ka dambeeyo in ammaanadu ay u yaraanaysa. ammaanaduna waa un mas-uuliyadda. yaa ayuha aladiina aamanuu, yaa ayuha hooyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyow, laa tas'aluu ha su'aalinina oo ha weydiinina can ashyaa'a ashyaa shayaalo xaggooda ha ka su'aalinina, in tubda haddii la muujiyo lakum idinka la idiin muujiyo tasu'kum idin xumaynayso, tasu'kum markaa idin xumaysee, wa in tas'aluu haddii aad su'aashaan canhaa ashyaada xaggeeda, xiina goortii yunazzalu lqur'aanu yunazzalu lasoo daadejinaya alqur'aanu qur'aanka, tubda la muujiyee lakum idinka la idiin muujiyee
حقيقتها عفى الله ألا وعفي عنها حقيقتها والله ألا غفور كدن بدافد بدن وحليم دلقات بدن آياتنا إذا مركا وحيتها أصحابتي أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسولك صلى الله عليه وسلم أيات سؤال اللوج بدي إلى أي سؤال أي مسألة كوب بديين ويكوح لرادين وعراضي رسولك صلى الله عليه وسلم من بركة يوفولي مركز وحير لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم ما أنت إمس آلي سان شيء إلا وإذين عدينا يا فجعلت أنظر يمينا وشمالا مذك يبذي حيان فيرنا يا مركة عمر بعدها يسا أنس فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي نو الباب وأصغ أوه مرديسي أيو حكدو بي مذحيس وأن أين يا فإذا رجل كان أها إذا لاح الرجال هدو ذاتك لمرمه يدعى لغير أبيه نن قالين بلوغ يرجري فقال منك باوحو يا رسول الله من أبي نو البحراء مركو هيسو مركز وحو الرسول الله يا إدالي أنيق أبهي واكومة قال حذافة أي حذافة ثم أنشأ عمر مركا وحو حبو الدريم عمر مركا ثم أنشأ عمر وحو بالله وحو قذقلي فقال مركا وحو يروي إنو يراهدو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن إيش أمرك إني وحكسو صعدان ودريم إلا سؤالها النبي قال سؤالها ما هن سؤال مركز يعني للربيع إلا سؤال وحانا كد لنا يا مركز دون سؤالها أنت اللي قد جوابه وحدتك لبصدا أياك إمانا سيدة أبو مركع عمر أويري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير وشرك اليوم قط ما أنتو كلا خير كي شرط أو كلا ما أرى سان ما أنتو أركي إني صورت لي الجنة والنار بالإيس سوري حتى رأيتهما إلى أن كأركي وراء الحائط درب بقداشيسة طيب قتادة مركو حبي جري آيات دان وحيكسو الدكتي أرهن كاسو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء قارك لنا وحيرادين وحيكسو الدكتي مركي أقرع ابن حابس حجك مركو مقلي إلا واجب يا لي وكيري في كل عام يا رسول الله سند والبمحجينينا نبي كاموسي أدنا كاموسي أكيد دنبقوا إرادان هار له وواجب له إذا دي واجبتنا ما أودي له سند والبينات حج آدان ما يشاس مركة آيات دان مركة سيالك هسي كسو الدكتيبة اللي يري لابدنا نعوى مركة آيات قيب وحيتهاي سؤالها هذا أشياء أدوي ديسان نبيه أشياء ذا سؤادين لإذين فإذن إذن لبيسو هسيئي لننا ساسو قيبتك لو إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وسؤاش وناكسا وهذه مركو القرآن كسود دقوك بعد آتراهذان آيات دان سيدان أقعمل فلنا محا واجب صفاد أن واجب كان أصمينين واسدين ولا إذن دينا مركز marka idinku xugunka alle ka suga dabadeed marka tafasiisha nabiga su'aala isaga idin sheegay laakiin su'aala inaad iska bilaabataan idinka oo aad baad iska weydiisaan iska ilaaliyo ya ayuha hoya alladina ku aamanu rumeyo la tasaluha su'aalinina oo weydiinina an ashiyaa shayalo xagooda ka su'aalinina in tubda hadii la muujiyo lakum idinka la idin muujiyo تسؤكم إذن لبتمركا وإن تسألوها ذات سؤاشان عنها أشياء ذا حقي ذا حين قورتي ينزل لسود الدجين يا القرآن وقرآن كالسود الدجين تبدأ لموجيا لكم إذن كالإذن موجيا مركاس ومركا سؤاشان دنبوا مدى في عن مركا مركا وقرآن كسود دقا كدب إنا تفسير دلبتان إيا تفسير النبي ويديسان واسيدة هقاكسان في عن عفى الله ألا وعفي عنها حقي إذا والله ألا غفور كدن بدافد بدن واي حليم أو دلقات بدن واي طيب قد سألها قوم من قبلكم قد حقيقها سأل وحاوي ديها أشياء ذاسي قوم قلوا أي سؤالين قوم كأو من قبلكم إذن كهرتين أها ثم مركا دبداد أصبحوا وحي أهذين كافرين كوكو قالوا بها أشياء ذي
wixii bay intay raadsadeen ayaga markii la waajib yeelayna waa ku kufriyeen shay marka allaba uunan kugu waajib yeelin inaad adig u yeerata maaha haddaad u yeerata hadhow ma ogid waxa aad ka samayn doonto ayb waa reer thamuud sida ay nabiyullaahi saalix hashi u su'aaleen qowmu ciisaana aan arki doonno maa'idada noo soo dejiyey ay u dhaheen markaa gaalay ku noqdeen waana la halaagay macnaha xadiidkii abu thaclabat alkhushani ee arbaciinka ku jirayna wuxuu ahaa in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha ilaahay faraa'id buu farad yeelaha dayicinina wanahaa can ashyaa'a ashyaa'na waa idinka reebay falaa tantahikuuha ha dhex gelinino ha muquuranino ha dilaa ha qararinina waxadda xuduudan waxyaabana waa xadeeyey xuduud ayuu dhigay falaa tactaduuha ha tallaabinina wacafaa can ashyaa'a ashyaa'na waa cafiyey min ghayri nisyaanin hilmaan la'aan ila ilaahay maba waxmaba hilmaamaaye falaa tabxathuu canhaa ha baarbaarinina waxyaabahaas idinku yacnii ha raadraadsanina wixii alla uu ka aamusay oo unan ka hadlin iska daaye faraha ka qaadan qad xaqiiqo ahee sa'ala waxaa su'aalay haa ashyaa'daasi qowmun qolo qolada oo min qablikum idinka hortiin ahaayeen uma markaa dabadeed asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa yacni ku gaaloobo bihaa ashyaa'dii dadka marka waxaa ugu jurmi badan baa la yidhi mu'miniinta dhexdooda ugu dembi badan qof su'aal oo weydiiyey darteed ummadda wax looga xarimay xalaal u ahaa looga xarimay ayb waayo tashdiid iyo dhibaata ummadda u horseeday haddii intaas marka laleeyahay waa khatar maxaad u malaynaysaa marka haddaad adiga ummaddii dhibaatadooda aad habeen iyo maalinba u taagan tahay maxaa u malaynaya maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib maa jacala allahu alla ma uunan ka yeelin min baxiiratin baxiiradii ay baxiiratan alla ma uunan min baxiiratin baxiiro alla ma uunan ka yeelin walaa saa'ibatin tii lasi baxiirada waa midda dhegaha dhegta laga jeexay walaa saa'ibatin middii la sii daayey ee gefarka laga dhigay ma uunan ka dhigin alle walaa wasiilatin tii xiriirisayna ma uunan ka yeelin wasiiladuna waxay tahay ee marka neefku uu mataaneeyo oo halkaas calool ay ku dhashaan lab iyo dhadig dhadiggaas ayaa waxaa la yidhaahdaa walaalkeed bay xiriirisay oo maxay ka xiriirisay in la gowraco ay ka ilaalisay waayo hadduu ahaan lahaa laba lab hadday ahaan lahaa labada la gowraci lahaa haddii orgi uu ahaan lahaana waa la gowraci lahaa keliya maadaama orgi iyo waxar ay noqdeen waxartaani orgigaani xiriirisay marka wusla iyo xiriir bay u samaysayoo birtay ka ilaalisay oo ayb walaa xaamin mid dhabarkiisa dhowray oo ilaaliyeyna ama la ilaaliyey dhabarkiisa ma uunan ka yeelin alleh yacni mashruucan ma uunan ka yeelin yacni mashruucatan intaaba kama uunan yeelin alleh shay la jideeyey oo mashruuca jacalada bimacnaa sayara haddaan ka macnayno mafcuul labaadaa loo baahanaa mafcuulka koowaad waa min baxiiratinta maa jacala allahu min baxiiratin ay maa jacala allahu baxiiratan walaa saa'ibatan walaa wasiilatan walaa xaamiyan iyadoo la yidhiyo kale moogtahay ilaa mintaan hadda waa sila waa zaa'ido waayo xagga icraabka nakiraa ka dambayso maa naafiyan waa dhacday maa jacala allahu baxiiratan iyadoo la dhahay oo kale marka waxaad u baahan tahay kama yeelin markaad tiraahdo mafcuul labaadaa loo baahanaa mafcuulka labaadna ay mashruucatan tu la jideeyey alla kama dhigin waxaa kaloo la yidhaahdaa bimacnaa sharaca in laga macneeyo maa jacala allaahu ilaahay maba jideynin in laga macneeyo haddaad tiraa ma jideynin mafcuul labaad u baahan maysa jacala bimacnaa sharaca wasanna laakiin luqada carabiga lagama maqlin jacala oo bimacnaa sharaca ah lama haayo jacala bimacnaa ictaqada jacala bimacnaa akhada oo afcaalu shuruuc afcaalu shuruuci la macnaa iyo jacala bimacnaa sayara intaasaa la hayaa ayb
جعلوا مرك أفعال القلوب نوال نقون كرتا أفعال التسيير نوال نقطة بمع كوي مرك يعني إنشاء يعني شروع أفعال الشروع إنشاء يضفق ينوال الله معنى النقطة فجعلوا حوق ذا قليبا لليه مركز سدح ذا أسبال القوم مقلي لكن جعلوا بمعنى شرع اللغة العربية قال لقم المقلين مردان مرك اللغة العربية قال لقم مقلين ولا في عينه مرك سدى لقم معنى آيادنا مركا ربي حوكا ورمي آيادا كدن بيسابة جاهلية دي وحي سمي جيرين وحيابا مركا وحي ربي قد واجيرين أما يكو عابد جيرين بدعوين أو أي أنبياء كسو جارين نبي الله إبراهيم إسماعيل نان لغا دحلين أي استعمال جيرين ويكدين بيجي جيرين وحيابا بدن وعنتظى حلاش وإلهي وحلالين وإسك حرمي جيرين سورة الأنعام آقو بتاقي دوننا مركا وإلهي سبحانه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله آيات كاسباء الرب وآيات أقهر لي عادات كوذي مركو جاهلي وحاكمت أهيد إني سمين جرين وحياب حولها الله أقول نعمي قارنا إنا إسكا حرمي جيرين وإنا انتفاعي الله أبني بي إسكا حرمي جيرين قارك لنا وحي سمي جيرين انتفاع مركا أي إنا يقشان إنا يعني الرتان أي إسكا حرمي جيرين قارنا رقاي كحر أي دمركي كحرمي يان رقا والله في الصحة مركا ونافك وبختيانا لبدا وإسلاعونا يان رقاي دمر وحيابا نوعا سوقاب درا ابي قبين مركه تحليل كي التحريم كان الله اسكاله في سوره يونس وحن تجي دونا ان شاء الله تعالى قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون مركه اللي يراد وروحان من مدينه كهيسان او محجات واي ستان وحيديه جرين آبيال كان كسو قارني وح كلمة أقولني تابا مركال كان إيادنا القباب إينا يا مادام أن كل حد جرني حلال إي حاران إي أن كهد ليني قال تعالى ألا وحوير ما جعل الله مؤنا كييل ألا من بحيرة أي بحيرة مدي لغاها لغا جاحي بحيرة وانيف مركا مركو إسراع راعيو دور وحيابود وإسراع راعيو أي حيك جيح الجيرين البحيرة هي الناقة وهشة كانت إذا ولدت خمسة أبطل شن جير مركي رنته أو أي نشه بحر أذنها لكتيري جيحها أي شقوها وتركوا الحمل عليها وركوبها من كرايان فولتان كذا إني ررتان وكتجايين ولم يجزوا وبرها نغرتنا مينا كحير جيرين ولم يمنعوها الماء والكلأ داق يبيها